أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، اللي راح نعرض لكم بأبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي إذا شوفوها بالأسفل تقدرون تتصلون بينا بأي لحظة وبأي دقيقة من البرنامج على واحد من ذن الأرقام الأربعة. في حال ما تأمن الخط وياكم لأي سبب إن كان، تقدرون تتواصلون ويانا على برنامج الواتساب على الرقم المخصص لبصف إشارة الواتساب بالأخير، تدزولنا رسالة مكتوبة. أتمنى تكون الرسالة متبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف منو اللي كتب لنا ومن وين جتنا الرسالة، ونقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدأ حلقتنا مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو ملف الرفض الشعبي لكافة الأحزاب والكتل ولكافة المخرجات اللي تطلع من أدهم، وراح نكون بمحافظة ذي قار. طلعت اليوم الجماهير بمدينة الناصرية بتظاهرة حاشدة بساحة الحبوبي مركز ثورة تشرين في المحافظة، رفضا لمجلس المحافظة في ذي قار ولجميع الأحزاب الفاسدة. تظاهرات الناشطين والمتظاهرين في ساحة الحبوبي هاي، خلونا نشوفها. من ساحة الحبوبي، ساحة الشهداء، ساحة العز والإباء، نرفض مجالس المحافظات رفضاً قاطعاً، ونعتبرها دكان من دكاكين الفساد وحلقة زائدة لسرقة ونهب ممتلكات الشعب. وسبق وأن جاء رئيس الوزراء إلى هنا وجلسنا معه وقلنا له بالحرف الواحد: الناصرية لا تخضع لأحزابكم، الناصرية لا تخضع لمحاصصاتكم، المسؤول هو العبد وأنا السيد، أنا المواطن أنا السيد، لذلك نحن سنعاقبكم، لا تستهينوا بقدراتنا، لن تستطيعوا فكفكة هذا الشعب عن طريق الطائفية، عن طريق العنصرية، عن طريق المناطقية. انتوا خليني ركز على الصورة، انا عين وخر، ركز لي على الصورة، هاي الصورة اللي بالبوستر، ايش جبتوا؟ 30,000 40,000 50,000 يطلعون 500,000 ضدكم. احنا الاغلبيه مقاطعين رافضين، ملينا، حراميه، كلا للاحزاب. اليوم نظمنا وقفه ضد المفاوضات اللي جاي يصير بخصوص محاصصه المناصب في محافظه ذي قار. قرار الناصريه من الناصريه، ما قبل تشرين ليس كما بعدها، بغداد ما تتدخل، للناصريه رجالها وهي تحدد مصير. واحدة من القطع واللافتات اللي شايليها كاتبين: إما أن تتوافقوا على شخصيات محترمة أو شخصيات نزيهة أو لا. هي قضية التوافق بشكل عام مرفوضة، ما دام صار أكو توافق هي ماكو أي شيء إلى دخل بالوطن. المفروض أكو كلمة أنتوا قلتوها، أنه رأي الناصرية الأهالي الناصرية، هذا الصح، أنه أبناء الناصرية هم اللي حكمون محافظة ذي قار، هذا صح، وأبناء ديالة كذلك، وأبناء التأميم كذلك، وأبناء صلاح الدين والبصرة والقادسية والميسان والمثنى وذن ومحافظات العراق الـ 18 أبنائها هم اللي حكموها. لكن الأهم هو إيجاد الرجل المناسب ووضعه في المكان المناسب. يعني إحنا ما نجيب واحد خريج ابتدائية ونسلمه مدير عام تربية، ما نجيب واحد ما عنده شهادة ونسلمه مديرية صحة، ما نجيب واحد لأنه عنده ظهر أو عنده سند أو عنده تعارف أو عنده حظوة يم حزب ما ونسلمه زراعة وري وذن الأشياء المهمة في حياة الناس. فهي الأهم لنا أنه نلقى الرجل المناسب حتى نخليه بالمكان المناسب حتى نرتقي بالبلد، بزراعته، بصناعته، بإنتاجه، بتصديره، بحياة القدرة المعيشية، الحياة، التربية، التعليم وكل شيء والصحة. نبقى بنفس التظاهرة في ساحة حبوبي بمدينة الناصرية. المتظاهرين هنا سطحت حناجرهم بشعارات وهتافات. هاي الشعارات وهاي الهتافات رافضة لكل الأحزاب، رافضة لكل الكتل السياسية الفاسدة جميعاً،
واللي تريد تمرير مجالس المحافظات. هذا كله جاي يصير، والساسة اليوم أو يسمون نفسهم أنهم ساسة بالعراق ما جاي يفهمون أن الشعب رافضهم عن بكرة أبيهم، رافض كافة المخرجات اللي جاي تطلع عن طريقهم، رافض سياستهم الخاطئة وإدارتهم الفاسدة، لكن لا حياة لمن تنادي. خلونا نشوف. الناصرية أنقى الشهداء، الناصرية تعبت، الناصرية أكثر محافظة بالعراق احترامات للمحافظات، جاهدت وما جاملت الأحزاب القنادر. هاي نقطة رأس سطر، فهاي رسالتنا إليك. الناصرية خلوها مستقرة، لا نريد متعذب ولا نريد واحد مسير ولا نريد واحد يلعب بيها، نريد واحد مستقل يخدمها، وإلا هاي الشباب ما راح تسكت وراح تطلع عليكم وما تخليكم تمشون ورا مزادكم. خلوا الناصرية مستقرة. هذا اللي كان يصير اليوم في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، من تظاهرات مطالبة برفض مخرجات مجالس المحافظات وإنتاج مجالس جديدة لمحافظات شافت في السابق مجالس محافظات فاسدة سرقت أكثر ما بنت. محمد جهاد الربيعي يقول ما دام أكو مجالس محافظات بعد ماكو إعمار، أكو عراقيل. إجواد الجبوري كلا لمجالس السمسرة والفساد. ومصطفى شلال يقول الأفضل تغيير المحافظين جميعهم، شنو ماخذينها طابو، ويجب تغيير جميع المدراء العامين بالدوائر لأن أغلبهم دمروا الدوائر، لذلك إذا ما يتغير المحافظ ما يتغيرون. أبو حسن كمونة يقول مجالس المحافظات إضافة وإعادة فساد إداري ومالي، ولن تكون هناك إنجازات في كل المحافظات. السؤال اللي ينطرح هنا، هل صحيح كان أكو إنجازات في الماضي حتى نقول أنه أكو إنجازات بالمستقبل؟ لا، ماكو أي إنجاز بالعراق. الإنجاز الوحيد اللي أنجزته الكتل السياسية بعد ما جت على ظهر الدبابة الأمريكية بال2003 هو إيجاد شيء كان الشعب ما يعرفه، المحاصصة الطائفية، ونجحوا به بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف. الإنجاز الوحيد اللي أنجزوه بهذا البلد هو إيجاد هذا الشيء أو هذا المسمى اللي فتت أواصر الشعب العراقي، اللي فتت لحمة هذا الشعب العراقي. احنا ما كنا نعرف شيعي وسني وكردي ويزيدي وصابئي ومندائي، مع احترامي ومسيحي ومع احترامي إلى باقي الأقليات إذا ما ذكرت اسمها، ما كنا نعرف هذا شنو ذاك شنو. الحالة الوحيدة اللي كنا نعرفها بالمدارس واحنا صغار، وكنا نستغرب ليش في درس التربية الإسلامية أكو شخص أو شخصين يطلعون من الصف، نرجع نسأل أهاليتنا يقولون هذا صبي أو هذا مسيحي. هاي الحالة الوحيدة كنا نعرفها، وما كان أكو فرق بيني وبينه، ما كان أكو فرق بين عربي ولا كردي، ما كان أكو فرق بين تركماني ولا مسيحي ولا يزيدي ولا صابئي ولا مندائي ولا آشوري ولا أي مسمى. كان أكو فرق بس من يشتغل، اللي يشتغل يصعد، واللي يبني يصعد، واللي يصعد يحاول يبني أكثر. كان أكو فرق لما كنا نشوف بغداد أجمل مدينة، كان أكو فرق لما كان أكو بالعراق أمان، كان أكو فرق لما كان أكو بالعراق حصة تموينية. طبينا بحصار أمريكا فرضتها علينا حتى تجوعنا، حتى تنهينا. طبينا بحصار، حرمنا من الطيران وحرمنا من الاستيراد وحرمنا من التطور وحرمنا من كل شيء. أمريكا حاولت تحرم العراقيين من كل شيء، ما قدرت لهذا البلد. قدرت له بأيادي الأحزاب اللي الناس رافضيهم هسه، لما جوي وجابوا الطائفية شفنا التخلف، شفنا الأمية ترجع، شفنا الزراعة ميتة، شفنا الصناعة منتهية. كلمة صنع في العراق صارت حلم، وصرنا نتغنى لما نشوف شيء مصنوع بالعراق، صرنا نفرح لما نطلع في دول الخارج ونشوف أكو بمكان فشي مكتوب عليه صنع في العراق. دمروا البلد لما شفنا التعليم تراجع أكثر وأكثر وأكثر، لما شفنا الصحة منتهية، لما شفنا الجهة اللي من المفترض أن تدافع عن أرض الوطن انهزمت قدام تنظيم إرهابي هالقداته، ما يسوى فلس قدام الشعب العراقي وقدام الجيش العراقي. أبو علي من بغداد ويانا، حياك الله. ألو، شياك سادة. ألو، هلا بيك يا الغالي.
شلونك عيسى؟ شلونك صحة؟ هلا بيك. تحية لك والبرنامج والمخرج. حياك الله. ألو. تفضل أبو علي. انقطع الاتصال يا أبو علي، أتمنى ترجع لنا حتى نسمع رأيك بالموضوع. أرجع أقول لكم العراق شنو اللي صار به. العراق اللي كان يسمى جمجمة العرب، واللي خرج أساتذة جامعيين وكانت بجامعات معتبرة حتى في زمن الحصار الغاشم، كانت دول الجوار ترسل أولادها حتى يدرسون في جامعات بغداد أو جامعة العراق، مثل جامعة النجف، جامعة الموصل، جامعة بغداد، جامعة البصرة. لكن اليوم جامعات العراقية والأساتذة العراقيين ابان الاحتلال درسوا في مختلف جامعات الوطن العربي، وبعضهم في جامعات دول العالم. روحوا إلى أي جامعة اليوم بالوطن العربي راح تلقون بها أستاذ عراقي. أبو علي رجع لنا، حياك الله يا أبو علي. السلام عليكم، شو كان سادتك؟ عليكم السلام والرحمة أخويا. استاذ عرف اليوم بالنسبة للبرنامج على الجامعات وشنو؟ لا، احنا كنا نحكي على رفض الناس إلى مجالس المحافظات ومخرجات انتخابات مجالس المحافظات، لأن الناس تعتبرها أنه هي شرعنة للفساد بطريقة ثانية. والله صحيح. نعم. هو استاذ هو قبل ايش حصلنا من المحافظات؟ هل متحسن حصل شيء؟ المحافظات هي شيء مبين ما بيها نتيجة، يعني وهي صح مثل ما تفضلت هي برا الفساد. يعني كل جماعة عارفهم، يعني كانوا كل شيء ما عندهم ذيك الدورات، ومن صاروا مقاولات وشغلات وما أعرف شنو كلها قاموا يستلمونها لهم الجماعة عندهم. هي هاي أكبر غلط، يعني المفروض ما هذا يعني يرجعون على هالشغلات. هو المحافظ، المحافظ له حق يتصرف ولا حق يعني يتصرف، أقول يعني يفرض رأيه، لأنه ما ذولاك أهم عمك خالك، يرضي الشخص ذاك ويرضي ذاك ويرضي هذا، وتصير نفس الشغلات مال الفساد ويرجع نفسه. فالمفروض أنا رأيي على المحافظ يبقى نفسه وهو يتصرف. نعم. ألو. نعم نعم. وأنا أشكرك على السؤال. شكرا شكرا لك أبو علي. نتحول من قضية مجالس المحافظات ورفض المواطنين لمجالس المحافظات. شوفناكم فيديوين لتظاهرة بساحة حبوبي، ونروح إلى قضية أخرى بملفنا الثاني، وهي أكو احتجاجات أخرى واسعة وللمرة ما أعرف شقد، لأن هاي الشريحة، شريحة الخريجين 10 الأوائل على الأقسام أصحاب التسلسلات من 4 إلى 10 في بغداد وباقي المحافظات، صار طلعت بهواية من التظاهرات من دون أي استجابة من قبل المسؤولين أو اللي يسمي نفسه مسؤول، لأن اليوم بالعراق ماكو مسؤولين. المتظاهرين أكدوا على أنهم ماضين بالتظاهرات، أنهم ماشين بالاعتصام قدام بوابات المنطقة الخضراء، وما راح يتراجعون إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم بإدراجهم في التعيينات، وهذا حقهم. خلونا نسمع. قضية العشر الأوائل، يعني احنا حتى ما يحتاج بعد نوضحها، لأن ما أعتقد واحد ما عرفها من الفاول جابها. أتحدى مسؤول، أتحدى مسؤول أو ناك أو رئيس كتلة يقول ما أعرف قضية العشر الأوائل. نعم كنا نطالب تعاطف أبوهم، لكن كان هناك تعاطف أبوهم من خلال مقابلات آخر على إعلامنا، ما وصلنا لهذه الحالة في المحافظات تحضر لنا هذا المكان. نطلع عدة مظاهرات، المظاهرات كلنا نقابل الكلام الإيجابي، الكلام الإيجابي ممكن يرجعنا للبيت وقت محدد، كلام إيجابي رجعنا لكن شفهي. فإحنا هذا اليوم إن شاء الله ما نرجع للبيوت إلى مكتب رسمي يطلق تأييد 10 الأوائل، وما نرجع المحافظة نروح نفسنا نور حياتنا. يعني 10 الأوائل كل مرة نرجع هذا الكلام شفهي، لكن اليوم نصدر أمر تأييد 10 الأوائل تعديل عندهم، استثناء عندهم من حال شرائح المصريين. محافظات جايتك من جميع المحافظات من فاول جاكم، مستحيل مستحيل واحد ما يعرف القضية مال 10 الأوائل. فاليوم مستحيل واحد يرجع، وخصوص العشر الأوائل يصدر أمر رئاسة الوزراء إن باقي لنا نوقف حتى السنة الواقعة. سنة نبقى واقفين معتصمين مهما كان الأمر، ضربونا اسمعونا احنا باقين. يعني قضية التعيينات خصوصا للعشرة الأوائل ترى بيها مركزية.
أول ثاني ثالث المفروض يتعينون نفس الكلية اللي هم تخرجوا من عدل، يعني يقول لك هذا أفضل شخص وثاني أفضل شخص وثالث أفضل شخص حتى أطوره أستفاد من عنده وأطي منحة كونه هو الأول والثاني والثالث حتى يكمل ماجستير، وإذا نجح بتفوق أطي منحة أخرى حتى يكمل دكتوراه حتى أقول له تعال درس يمي، يعني أنا أحتاجك. يبقى الرابع خامس سادس سابع ثامن تاسع عاشر دول يستفادون من عندهم بالوزارات بالمؤسسات بالمديريات. ليش اليوم التعيين بس أول ثاني ثالث؟ البقية شنو ذنبهم؟ سؤال اللي ينطرح، أنا من دعشيكم هذا الشيء، أنا ما دعشيكم هذا الشيء اعتباطا، هذا أعرفه من والدي. والدي كون الأول على التخصص هو طالب بالجامعة تعين في مركز شباب في فترتها في ستينات القرن الماضي، لما نتخرج من البكالوريوس هو الأول على الكلية، صار معيد بالكلية، وهو يداوم بالكلية وكمل ماجستير وصار مدرس مساعد وكمل دكتوراه وصار أستاذ مساعد واستمر في عملية التدريس لسنوات طويلة من الزمن. ليش اليوم العشرة الأوائل مهملين؟ هذا كله وأكو فيديوهات قيامة الله مطلعها بصوتكم وآني بالبرنامج مطلعها. دوائر رسمية ما بها موظفين، مدارس ما بها كوادر تعليمية، وزارات ما بها موظفين، كوما عندنا. أما التوظيف اللي دا يصير بالعراق، طب للحزب تدفع فلوس الحزب، ما كتلة، ما ميليشيا، ما تعطيهم فلوس راح وحطوا اسمك انت تعينت وبالعافية عليك. أما العشرة الأوائل يتظاهر مرة ومرتين وعشرة وعشرين وما يحصل. نبقى بتظاهرات العشرة الأوائل. عندنا لقطات ثانية من التظاهرة اللي شهدتها العاصمة بغداد لهاي الشريحة، وهم يرددون هتافات ضد التسويف، ترفض الإهمال الحكومي، وأكدوا أنهم مستمرين حتى تتحقق مطالبهم. خلونا نسمع. دول العشرة الأوائل أو الخريجين العشرة الأوائل اللي تعب وشقى ودرس وحصل معدل، ويقول لك أنا فرحان بمعدلي وأهله فرحوا لما جاب لهم النتيجة وجايب الرابع على القسم أو على العراق، وتاليتها هو هيك. شلون راح تخلون الرغبة إلى طلاب الحاليين أو المستقبليين أنه ينافس حتى يكون هو من العشرة الأوائل غير تعطيهم منافع بنفتس فوائد؟ تطلع الأول انت تصير بفلان مكان، تطلع الثاني انت بفلان مكان، تطلع الرابع انت بفلان مكان، حتى الطالب يجتهد صح لو غلط. أتمنى وزير التعليم العالي يفكر بهاي النقطة، بس هو ميليشياوي. نور تقول استجيبوا للعشرة الأوائل، هؤلاء كفاءات الشعب وطاقاتهم، أبنائكم هم مستقبل العراق. ماريا محمد تقول نحن خريجين العشرة الأوائل على الأقسام أصحاب التسلسلات من 4 إلى 10، راجين السعي لمطلبنا والعمل على تحقيقه. وبتول غسان تقول نحن الخريجين العشرة الأوائل على الأقسام أصحاب التسلسلات من 4 إلى 10، نلتمس التدخل من أجل إنصافنا ورفع الظلم عنا من خلال العمل على استحصال قرار حكومي استثنائي يقضي بتعيين هذه الشريحة المظلومة التي أقصيت من حقها بالتعيين بسبب اقتصار قانون تشغيل الأوائل رقم 67 على الثلاثة الأوائل فقط. والله العظيم كاتبة كليشة أفضل من هواية من السياسيين اللي ما يعرفون اليوم يكتبون أي كليشة. وحسين علي يقول نظرا للتجاهل المستمر من قبل الجهات المعنية كافة، شريحة المتفوقين من الخريجين العشرة الأوائل على الأقسام أصحاب التسلسلات من 4 إلى 10 يعلنون عن اعتصامهم المفتوح في العاصمة بغداد أمام بوابة الخضراء قرب مؤسسة الشهداء، مؤكدين على عدم تراجعهم حتى تتم الاستجابة لمطلبهم المتمثل بشمولهم في قانون تشغيل الأوائل رقم 67 لسنة 2017. الكليشة هاي
مقدمة قانون، والحكومة العراقية ما مهتمة بهم. عندنا طاقات فذة، عندنا عقول رهيبة، لو استفادينا من الطاقات الشبابية والعقول الشبابية لكان حال البلد غير حال. بس المشكلة وين؟ المشكلة بالعمسام وحكومة الصفويين. ذولا ما يردون العراق يتقدم، وذولا يردون العراق تابع لهم. ذولا دمروا العراق بطريقتهم، وذولا دمروا العراق بطريقتهم. تدمير يعني ببلد واحد، والنتيجة حرمان في حرمان في حرمان. أبو عبد الله من صلاح الدين، حياك الله. حياك الله أخوي. أستاذ العزيز، هذا بالناصرية من طلع يهوش يقول إحنا ما نريد أعضاء مجلس محافظة. نعم. يعني شوف الشعب العراقي كله يقول لك أنا ما انتخبت، أنا مقاطع، أنا زين، هذول من طوزهم أبوي. يعني شو من طلعت الانتخابات العالم راحت، والعالم جتي، والعالم صوتت، وطاب من أجل أصبع بالمحبرة، وطلع أصبع صاير لون أزرق. يعني شنو يعني تضحكون على نفسكم، تضحكون على وادم. خلينا نكون واقعيين أبو عبد الله. الفيديوهات اللي انتشرت أثناء انتخابات مجالس المحافظات اللي صارت في شهر 10 الماضي، حتى الاقتراع الخاص لجنود والضباط يقول لك إحنا رحنا جبر وهددونا بوظائفنا وبحياتنا حتى نروح ننتخب. أما مراكز الاقتراع بالاقتراع العام كان القبول عليها مو ضعيف، أقل من الضعيف. خلينا نكون واقعيين. حجي ذهب. نعم. حجي ذهب أستاذ العزيز. نعم. بس أنت من تقول العسكري هددوني براتب مالي، يعني أنت تصور من دولة تهددك براتبك أنت. نعم. هي يعني هم تسمى دولة، وهم يسمى قانون، ومن تجي تحت ما مع احتراماتي وعلى راسي على العمل الراس اخوي. بس من يقول لك والله قانون وقانون وقانون، وين هذا القانون عمي؟ نعم عمي، قانون مال عصابات مافيات، مال ناس دايحه حيش سامع، ومع احتراماتي لقناتك الطيبه، ناس جتنا ناس دايحه، ناس جتنا من الزباله حيش سامع، ناس قدر جابهم ذاك القدر ابرايمر، واذا قلت هذا بالناصيه انتم كيفتوا على هذا الوضع، مع احتراماتي للناصيه طيبين. يعني اكو ناس كيفت والله نظام طاغيه راح يروح دينا، نظام طاغيه راح عروفه ما علينا به. يعني جانا شنو؟ هاي صار 20 سنه. قالوا السوداني محمد الشاع السوداني راح يجي احسن من الكاظمي. عمي يروح اسود يجي ابيض، يروح ابقع يجي املح. نفس الشيء. ودعتك راح يطلع السوداني هم يقول لك هاي شلون؟ ما ادري شنو مال الفساد على 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 السوداني، وهم يطلعون السوداني سارق وبايق وكذب بكذب. انت طلعت الكاظمي بايق حاسبته، او قبله حاسبته، اكو احد حاسبه؟ نعم. وقف قدام قاضي، قدام قاضي، ويا وين اكو قاضي عمي؟ والله مو قضاة يا عمي، والله مو قضاة، والله اشوفهم مو قضاة. نعم نعم. يا عمي والله يطبق القانون على الطبقه الفقيره من الشعب العراقي. نعم. النزاهه على طبق قراراته على الشعب العراقي الفقير. يا عمي والله شذب بشذب، وناس فروا دوران، وناس صايره حلقه مال وصل ماكو، غطي لي وغطي لك. نعم نعم. واللي يحكي يبتدي على عمره، ونعلك الله على ابو زينهم، نعلك الله على ابو شواربهم، مع احتراماتي له وقناتك الطيبة، وأنا ممنون لك سالفة. شكرا شكرا لك أبو عبد الله. يقصد أنه المحاسبة ما موجودة، يعني جاك شيراك تحاسب، وساركوزي تحاسب، وتوني بلير تحاسب، وصارت محاكم على هواية رؤساء إن كان هو بالحكم أو خارج الحكم في 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 بعض الفترات اللي تكشفت بها قضايا فساد. لكن بالعراق اليوم قضايا الفساد موجودة وموثقة وأكيدة، بس ماكو حساب. نبني ملفنا الثالث من محافظة ديالى، ونحكي به عن قضية قالها الأخ أبو عبد الله قبل شوية، هي مضايقات السياسيين والكتل والمسؤولين والقوات الأمنية إلمن للمواطنين والناشطين بمسلسل تكميم أفواه مستمر، وللجزء الـ 23 اللي صارنا 23 سنة أو 21 سنة من الاحتلال، واستهداف الناشطين اللي يفضحون الفاسدين بالعراق. عندنا ناشط من محافظة ديالى يأكد تعرض إلى اعتداء من منو؟ من النائب همام التميمي وحمايته. قال الناشط أنه النائب هدده بالقتل، تهديد بالقتل، هاي أول جريمة.
توقيعه بالإكراه على أوراق، هاي ثاني جريمة. إجباره على عدم الانتقاد، هاي ثالث جريمة، هي جريمة تكميم الأفواه وتقييد حرية الرأي، وعدم نشر منشورات للتمجيد، أو عفواً طلبوا من عنده أن ينشر منشورات للتمجيد بالمحافظ، وهذا توجيه إعلامي. شوفوا عدد الجرائم اللي صارت من قبل همام التميمي وحمايته بحق هذا الناشط. اتصل بي النائب همام التميمي أخو محافظ ديالى مثنى التميمي، دز علي دار الضيافة مع المحافظة، رحت دار الضيافة وأتفاجئ بالحماية والأمن جوا، وبلشوا يضربوني، وهمام حط مسدس براسي وحط رجلة تكرمون على وجهي، وبلغني إنه أنا بعد ما أحكي على أسيادة ولازم يوميا أنزل منشورة مجد بالمحافظ، ووقعوني بالإكراه على أوراق ما أعرف شو منه، بالإضافة إلى هددني بعائلتي وقال لي حالك حال الكلاب اللي شمرناهم بدياله، أكلت لك وشمرك بدياله، وأنا ترجيته وبريت أتوسل بيه إنه ما يمكن لأن أنا عري جديد وش يريد راح أسوي له، وبعدين أخذوا الفلوس اللي بمحفظتي وأخذوا السماعة مال إذاني وطلعوني كذلك من دار الضيافة لحد باب الشارع وقالوا لي لا تلتفت وراك، وأي شخص راح يعرف بهاي القضية راح أنقتلك لك أنت وعائلتك، بالإضافة إلى بعض الكلمات الطائفية اللي أستحي أقولها، وقال لي إحنا بدر تاج راسك وأسيادك بديالة، إحنا جماعة هذا العامر، بالإضافة إلى بعض الشتائم. بدر تاج راسك، تعرفون لأنه إيران تاج راس بدر وجماعة بدر وزعيمهم، تتذكرون هذا العامر من كان يقاتل ويا إيران ضد العراق، فهو ما راح يهتم بعراق اليوم، هو كان يقاتل ويا الإيرانيين ضد العراقيين، وانكتلوا على إيده كومة من العراقيين. وتخيل عزيزي المشاهد إذا عندك شهيد بحرب إيران، لا تستبعد أنه هذا العامري هو اللي قاتل أو جماعته، هاي رقم واحد. رقم اثنين، تشبه عذراً بالكلاب اللي اترمياتهم بدياله بعد تهديد الوقح والقبيح ما أعرف شو أسميه، شغلة اللوخ. أنا أعتذر منك أخوي العزيز، هم ما عندهم إيربود فمن نأخذوها من عندك لأنه ما يحصلوها، أنت كمواطن حالتك المادية أفضل من أي نائب، يعني مدى أفتهم شنو الموضوع. أنت لو تريد ما يحجون عليك سوي شيء بخير، بس أكو شغلة اللخ أنا اللي تضايقني، قضية الدوس على الرأس بالرجلين شنو. بس أنا أقول لكم ليش لا تزعلون من عندهم، دا يردون يطلعون حرقة الأمريكان وبساطيل الجنود الأمريكان اللي صارت على رؤوسهم بالبداية، وروحوا شوفوا الفيديوهات. في محافظة القادسية من مدينة الديوانية تحدثوا ناشطين ومتظاهرين ممن يطالب بالتعيين عن المضايقات اللي واجهوها ومحاولات الجهات الحكومية أن تضيق عليهم بأكبر قدر حتى ينهون اعتصامهم المفتوح أمام مديرية تربية الديوانية، ورا ما قامت الجهات الحكومية بتهديد كل من يتعاون ويا شريحة المتظاهرين، وأكدوا الناشطين أنهم ماضين بالاعتصام، ما راح يهتمون بالضغوطات الحكومية والتهديدات والمحاولات المكشوفة لإنهاء هذا الاعتصام. خلونا نسمع. صار طبعا الليلة هاي 100 يوم على اعتصامنا، طلعنا قبل ساعة من الآن، رحنا زيارة لأحد الأخوة الممثلين مالت الملحق، مدة ساعة تقريبا زمان، رجعنا لقينا تفاجئنا لقينا الكرفان ومكان الاعتصام مالتنا مقفول. المكان هذا اللي صار 100 يوم معتصمين بيه لقيناه اليوم مقفول الكرفان، وبعد أكثر من مرة جانا راعي الكرفان الرجل اللي موجود بيته خلف الكرفان قال لنا اطلعوا من هذا المكان، وهذا المكان جاي يصير عليه ضغوطات، ناس جاي تجيني تقول له هذول طلعهم المعتصمين. فاليوم لقيناه مقفول، وهذا الكرفان مثل ما تشوفون هسه يراويكم اياه بالتصوير مقفول، 100 يوم من الاعتصام ما ممكن نسكت عنها، ما ممكن يمر المرور الكرام، 100 يوم عايفين شغلنا وعايفين عوائلنا وعايفين ارزاقنا وركبنا بالديون بدون دعم بدون اي تكاتف واي وكل هذا الخذلان اللي مرينا به، ما ممكن يمر هاي ال 100 يوم بدون نتيجة. انتظروا التحول وانتظروا الخطوة القادمة اللي راح نسوي، وهالمئة يوم هاي ما ممكن نسكت عنها. صور الكرفان وهذا المكان اللي هسه احنا قاعدين فيه، من البرد قاعدين، والله العظيم نتراجف من البرد، والله والله ما نتنازع عن حقوقنا أبد، والله ونضطر واحدنا وما راح نتنازع عن حقوقنا، يعني احنا أصحاب حقوق. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، والله العظيم ما ممكن نسكت عنها هاي المئة يوم،
وإن شاء الله إن شاء الله راح تصير خطوة قادمة نرجع حقوقنا كلها بيها، وراح يصير أكثر من إجراء راح نتخذه، ومن المستحيل إنه هاي الميت يوم تمر مرور الكرام علينا. مستحيل مستحيل هاي الجهود والتعب هذا تصادر بسدة كرفان وسدة اعتصام، ما تمر مرور الكرام هاي نهائيا عندنا ما تصير. هذا الكرفان صوره قفله وطلعوا الغراض مالتنا طلعوها لبرا، وهل تشوفونا قاعدين بالشارع بدون ما احد يامن لنا طريق، الشارع مفتوح، الشارع ما نعرف شنو الامور بيه. هذا كله يصير ببلد سياسيه يتحججون ويتبجحون بالدستور، الدستور الملغم اللي هم محافظين عليه لأنه ملغم، مستفادين من الثغرات اللي موجودة بهذا الدستور حتى يكسبون أكثر وأكثر. ومن يصير سياسي أو يعتبر نفسه سياسي ويصير نائب بالبرلمان أو عضو بوزارة أو مجلس وزاري أو مجلس محافظة أو بالمحافظة أو مدير عام وكذلك كدرجات خاصة، فهو راح يصير مليونير. ليش؟ لأن أكو كوميشنات وأكو فساد وأكو مشاريع وهمية وأكو أكو أكو مناقصات وغيرها وغيرها وغيرها. لكن مطلب شعب ميت يوم ما ميت يوم ما يهتموا له. بس أنا راح أوجه رسالتي إلى الشعب العراقي، عسى ولو القضاء العراقي الغير نزيه، أكو بي واحد نزيه بالدستور العراقي اللي هم يتبجحون به، أكو مادة هي تكفل حرية التعبير عن الرأي، واللي دا يصير هنا بهالفيديو هذا واللي قبله في ديالة هو ضد هذا القانون اللي هم سنوه بالدستور العراقي، فتقدرون تأخذون راحتكم وياهم بالمحاكم. الناس لما شافت هالفيديوهات علقت، وقاسم صالح يقول أي شخص جاي يطالب حق المواطنين أو الخدمات جاي يعتقل ويقومون عليه دعوة، والمشكلة الدولة تحاسب اللي جاي يناشد وتترك الفاسد. معروفة البصري أمير، نهاية الفاسدين ستكون بيدهم، كل شريف ينقل فساد الأحزاب والدولة مصير المحاربة والاعتقال أو القتل. أبو عمار، عمي غير ديمقراطية، واحد يسولف اللي بقلبه وهموم الشعب. وعلي المحمداوي يقول هذا حال العراق اللي طالب بالخدمات ويدافع عن الحقوق، فقضية الدفاع عن حقوق المواطنين والمطالبة بالخدمات وفضح الفاسدين اليوم بالعراق، منو يحاربها؟ الفاسد بنفسه. لأنه لو الكتل السياسية مو فاسدة ما تحاربكم، لو السياسيين والمسؤولين مو فاسدين ما يحاربوكم، لأنه اللي يشتغل صح ما يخاف من الغلط، بس اللي يشتغل غلط راح يخاف، راح يبدي حاربك حتى لا تفضحه، راح يبدي حاربك حتى لا يخسر مكانه ويخسر الكوميشنات والمليونات والملايين والمليارات عفوا من الدولارات والدنانير، ويكون هو في رغد. أما لو يشتغل صح فيقول لك أنا ما يهمني، أنا شغلي صح، أنا دا أدي واجبي بصورة صحيحة، أكو فساد روح فضحه وأنا وياك. هاي لو كان أكو نزاهة والسياسيين بالعراق نزيهين. ملفنا الرابع خدمي، ونبدي من ذي قار. أكو ناشط ينتقد سوء تنفيذ شارع الحولي اللي يعد من أهم المشاريع الخدمية، واللي كلف المحافظة مبالغ طائلة بوسط غياب الرقابة والمحاسبة الحكومية للشركات المنفذة لهذه المشاريع الفاسدة. هذا الشارع حالة كحال هواية من المشاريع الخدمية اللي شفناها في المحافظة وباقي المحافظات. خلونا نشوف الحال. هذا شارع الحولي صار له تقريب سنة من كمل سلمتها الشركة بدون تأثيث، بدون غلاب، بدون جزرة وسطية، بدون شجرة، بدون إنارة، بدون أي شيء. هسه احنا هم لعبة رواحتنا، يعني شارع سايدين ينفذ ظلمة أغلب المشاريع البشطرة. هو يكون مشاريع بس لا مراقبة، لا متابعة، لا 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 واحد واقف عليها، ينفذ المشروع وراح. بقى سالفة التأثير، كشفنا وكشفكم، كشفكم وكشفنا، وتلف الشارع وراح الشارع وظلم الشارع. شوية تحركوا، خلوا شارع نصور بيه، نفرح بيه، نسولف بيه، ننشره، يعني شوارع ظلمة. قامت العالم تسابق، شوارع مبردة وشوارع مدفئة
وشارع تمطر الدنيا ينشف بحاله، شارع تثلج الدنيا ما يلزم به الثلج حتى الناس لا تزحلق. قامت العالم تتطور وتسوي تقنيات حتى الناس تكون مرتاحة بشوارعها، أما إحنا شوارعنا بلا قلوبات، الرمل طاش بيها، بلا أثاث، بلا جزرة وسطية، بلا كل شيء. واحد منا كسرح عبر على السايد دعم لاثنين ثلاثة مو مشكلة، واحد من السايد زلقت بيد السيارة وعبر على ذاك السايد مو مشكلة، واحد ماشي هنا ماكو رصيف يمشي عليه مو مشكلة، قلوبات ماكو مو مشكلة، كهرباء ماكو مو مشكلة، شبكات مجاري وغيرها وغيرها مو مشكلة. هذا حال العراق. عبالكم بس ناكلها هاي البصرة. أحد الناشطين يوثق لنا حال منطقة نهر حسن وشارع القسيم بالمحافظة. الحال متردي لدرجة مو طبيعية، اللي فاقم من معاناة الناس. الحال شنو هناك؟ شوارع الحي ما بيها تبليط، شوارع الحي ما بيها أي خدمات وتراكم للمياه الآسنة، فتتخيل الروائح العطرة اللي طاشة هناك، تخيل الحال اللي موجود يمهم. خلونا نشوف هذا الفيديو. حسن شارع القسيم يسمى بشارع القسيم، شوفوا هذا المنظر من أيام المطرة. الأخوة في بلدية شط العرب الإسراء بانتشال هذه المناطق من الواقع المزري إخوان، يعني هذا الطين هسانة داخل بالطين، طين ومياه الآسنة، هاي المناطق صارت أحياء سكنية، هي بالحقيقة أراضي زراعية، ولكن اليوم ضمن التصميم الأساسي هاي المناطق صارت مدن وأحياء سكنية وضمن التصميم الأساسي. هذه المناطق تحتاج إلى ثورة عمرانية بالحقيقة، لأن ما معقولة اليوم إحنا صحيح اليوم الأخوة في بلدية شط العرب راح يسوون راح يذبون سبويس مو صحيح، ولكن إحنا نريد مشاريع تحال لهذه المناطق إخوان، مناطق سكنية مدن، شوف البناء شوف الشوارع. هاي المدارس يعني هسه إحنا هاي مدارس. نعم تبي المدارس يعني حارس جينا كلهم تطيح. شو اسمها مدرستك؟ البيارق. مدرسة البيارق. تقدرون تداومون عمو؟ ما نقدر يعني هسه تبايع شوفت عينك نطب احنا. نعم تعالوا وقف هنا. ايه احنا تكرم احتياجاتنا ملابسنا كلها تدمر. نعم من هاي المياه الآسنة والأمطار. ملابسك الشخصية. نعم ما تقدرون تداومون. ما نقدر. نعم مناطق الزراعية في كل قضاء شط العرب الصالحية، نهر حسن، الشباس، الجزر الأربعة، مناطق الحوطة، يجب أن تكون فيها مشاريع كالقبلة وياسين خريبط والأكواد في منطقة شط العرب. ما معقول اليوم إحنا نسكت بعد هذا الحال في محافظة البصرة. عبالكم الحال هناك بس؟ ما دام الملف خدمي محافظة الدقار لازم موجودة بهذا الملف بكل قوة طبعا. ليش؟ لأنه ما بيها خدمات. ناشط من محافظة الدقار يصور لنا تهالك الطريق السريع في مدينة الناصرية، هو طريق رئيسية بالمحافظة. تخيلوا الطريق السريع هيك، تخيلوا الحال بالطريق السريع هذا. شنو هو الحال بالطرق الفرعية؟ الناشط يرد على الأكاذيب المستمرة للمسؤولين واللي موجودين بالمحافظة أو اللي ببغداد بشأن الإنجازات وعام الإنجازات والمشاريع الخدمية بالمحافظة. تعالوا نشوف بعيننا شنو الحال في مدينة المليارات والإنجازات الوهمية، مدينة الناصرية التي يتحدثون عليها أن هناك مشاريع وأعمار مستمرة. طريق السريع هذا سابقا نشرنا عليه وقلناكم بوية المدينة الناصرية فقط مشاريعها، شلون واحد ينشر بالسناب، شلون واحد يشتغل فوتوشوف، وهاي المشاريع أغلبها فوتوشوف مشاريع محافظة. فالوجه الحقيقي المحافظة هو هذا طريق سريع. أعرفكم هذا شارع مقتنعين به الحكومة المحلية، شارع هذا نفق مو شارع هذا، 20 مرة نوهنا قلنا لكم، وهذا رسالة رئيس وزراء، أنت من جهزة الناصرية جهزة زرت هذا المكان، فإحنا عتبنا شديد على مستشارين رئيس وزراء، أكو مستشارين في محافظة ذيقار، هذا المشاريع المهمة لي وهو الطرق الحيوية بمركز مدينة ناصرية، طريق يربط من مجسر الإسكان إلى مجسر الجسر الهولندي، وهاي مشاريع هاي استراتيجية معاوضيقة مهمة لي. ليش؟ لأن أكو فساد، محمد هادي وشلته وجربسة ومركزين على النافورات ومركزين على الإكساء والإنارة وصب الأرصفة، وعايفين هاي المشاريع المهمة بمركز مدينة ناصرية، يعني مشابك هذا العمق الشارع هذا نفق، هذا مو شارع،
هذا نفق رئيس وزراء كان يعني كان املنا تيجي تزور الناصيه وتزور المناطق الصحيحه مو مناطق خدوك فيها تقولون في حميد بن غز منا والمعاوض منا يقول بي هاي المشاريع هي المهمه المفروض تزورونها. هذا نفق مو شارع هذا زين. هذا المفروض مديريه بلديه تعيد النظر بطرق داخل مدينه الناصيه ومن ضمنها هذا الطريق. الطريق يربط مجسر الاسكان المستشفى التركي. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. اول تعليق موجود ويانا يعني من مهدي المظفر يقول شغل فاشل وشركات فاشله مع الاسف على الفلوس. ابو عبد الله نحن نتالم على المليارات التي تصرف على هذه المشاريع التي لن تعمر طويلا ونتساءل اين المسؤولين من المراقبه والمتابعه والمحاسبه. حسين ابو علي مشاريع فاشله وماكو متابعه من قائم مقام. وفوزي يحيى يقول الخلل بالرقابه وتجديد المحاسبه والعقاب. هذا كان تعليق الناس على قضية الخدمات اليوم بالعراق. الخدمات اليوم بالبلد ما موجودة. احنا بلد البلد كل شيء به مهمل. البلد اليوم خسران كل شيء. هذا الشيء خلانا نوجد عنوان اسمه الإهمال الحكومي يحول طرق العراق إلى مسارات للموت المحتم. هذا هو عنوان الانفوغرافيك اللي سلط به قسم التواصل الاجتماعي الضوء على واقع الطرق بالعراق اللي تعاني من غياب الصيانة، اللي تعاني من الإهمال الحكومي، اللي تعاني من كل شيء واللي أدى إلى ارتفاع نسب الحوادث المرورية بشكل ملحوظ. متابعة ممتعة. بالعراق الميزانيه 140 مليار دولار. هاي بالعراق اللي متروح تحول سيارتك اي سياره تتحول ياخذون منك ما يقارب 40 دولار بس مال طرق وجسور. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. العراق هذا البلد اللي عنده ميزانيات انفجارية، هذا البلد اللي نسمع مليارات وملايين تنشمر هنا وهناك، نوافير بمئات الملايين من الدنانير، بنايات ومولات لمسؤولين بمئات الملايين وبالمليارات. منازل اليوم تنباع بالعراق بالمليارات. اليوم اكو صفقات بها شبهات فساد بالمليارات. فقط في الفترة اللي حكم بها نور المالكي اللي في زمنه تسلم ثلث العراق إلى تنظيم إرهابي هالقداتة ميس وفلس قدام البلد اللي عمره آلاف السنين انصرفت ما يقرب من 1,000 مليار دولار وما حد يعرف وين انصرفت. نسمع بالملايين والمليارات تنصرف بالعراق بالآلاف وما نعرف وين دا تنصرف. لا أكو حصة، لا أكو رواتب،
لا اكو قدره معيشيه، لا اكو راحه معيشيه للناس، لا اكو خدمات، لا اكو كهرباء، لا اكو مي، لا اكو انهر، لا اكو كل شيء. الزراعه انتهت والقضيه انتهت، واليوم البلد معتمد اعتماد كلي على شيء واحد فقط هو النفط، وحتى فلوس النفط ما محصل من عليها الشعب شيء. مطارات العراق خريبه، اراضي زراعيه خريبه، مصانع انتهت، والعراقي انتهى وياهن، لانه العراقي ما دا يحصل شيء، عايش بضيم، عايش بهم. الله يعين هالجيل هذا، والله يعين الجيل الجاي والورا، لانه اذا ما فكرنا هسه نريح بلدنا، مو الجيل الجاي ولا الورا، الورا يلا يرتاح. نلتقيكم على خير ان شاء الله مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج صوتكم مباشر باذن الله، انتظروني، في امان الله.